بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسمها عمر، شهر 8 هنشوف الفانكشن على الليميتس اللي هي الدوال والنهايات. يلا اسم الوقت الحال هنشوف الفانكشن. الفانكشن هي الدالة، اللي هي دالة بتودينا شنو لعيلين، لأي عنصر اكس عنصر واي في او مجال ومجال مقابل، زي ما انتوا لاحظتوا زمان المجال ومجال المقابل. طيب هنيجي نشوف حاجة اسمها الدومين انا رينج. الدومين هو يعني مدى مجال تعريف الدالة، يعني الدالة دي العناصر اللي هناك هتكون ليه شنو، والرينج اللي هو المدى. مثلا نشوف لو داير اعمل اداة بعمل الدالة، ممكن اعمل الدالة بيجت لبين لو زمان لو تتذكروا، او ممكن اعملها بي رسمة، ممكن اعملها بي قانون، ممكن اعملها بي قيم، اي حاجة. مثلا عندك اكزامبل واحد، احسب لي القيمة حقت اف سالب واحد و اف اف صفر و اف اف اتنين للدوالة الجاية دي. طيب اف اكس الاولى بساوي لي شنو، اكس ضرب زائد اف زائد تلاتة، والتانية واحد على اكس ناقص واحد، هنا جزء اكس زائد واحد. يلا نيجي الاولى، اف اكس بيساوي اكس ضرب زائد اتنين زائد تلاتة. لما نقول اف سالب واحد معناه محل كل اكس هاخد سالب واحد، هتبقى لك سالب واحد تربع زائد اتنين سالب واحد زائد تلاتة اللي هي بحسب تجيب اتنين. لما نقول اف زيرو معناه زيرو تربع زائد اتنين في زيرو زائد تلاتة اللي هي هتضرب تلاتة. اف اتنين اتنين اكس تربع زائد اتنين في اتنين زائد تلاتة زائد حداشر. يلا الدالة في الشكل ده نسميها باينوميال، باينوميال او كثير الحدود. طيب كثير الحدود دي مجال تعريفه، يعني ممكن تجيب لك اي قيمه، عشان كده بقول على مجال تعريفه الريال نمبرز اللي هي من سالب ما لا نهايه لمجموع ما لا نهايه، يعني اي عنصر من العناصر ممكن يجيك. طيب نشوف الداله الثانيه دي. الداله الثانيه وضع عندي اف اكس بساوي واحد على اكس ناقص سالب واحد، اف سالب واحد حجيلي واحد على سالب واحد ناقص سالب واحد اللي بتطلع لي بكم في سالب نص، واف زيرو بيجيني في سالب واحد واف واحد بساوي واحد. طيب يلا الداله حقتي دي دالة راشنال اللي هو دالة كسرية. دالة كسرية دي تعمل ليش شنو؟ لاحظ اخر مثال ده اف اوف اف اوف زيرو. يلا طيب نشوف الدالة الكسرية تعمل ليش شنو. الدالة الكسرية دي لو عوضت في الدالة فوق دي اف واحد ما اف سالب واحد، اف واحد حيجيني واحد على واحد ناقص واحد بتحيط المعادلة بيجيني زيرو، واحد على زيرو ما لا نهاية. فمجال تعريفه الحاجة بتخلي لي المجال ما يطلع زيرو، اللي هي بقول ار ناقص الواحد اللي بيعمل لي مشكلة شنو، بيعمل لي مشكلة واحد، عشان كده بقول ار ناقص واحد بطلعه برا. طيب نيجي نمرة ثلاثة. نمرة ثلاثة هي اللي جذرية. الدالة الجذرية دي جذر اكس زائد اتنين، لما نعوض سالب واحد طلع لي جذر زيرو بيزيرو ما مشكلة، وجذر زيرو زائد واحد بجذر واحد ما فيها مشكلة، واف اتنين برضه ما فيها مشكلة. طيب المشكلة في الدالة الجذرية بتاعي، المشكلة في الدالة الجذرية لما تجيني بالسالب جوا الجذر، لأنه أي حاجة بالسالب جوا الجذر ما عندها قيمة، لأنه الجذر السالب ما في، عشان كده شنو السالب ما دايرينه، يعني أي حاجة بتجيب لي موجب أنا دايراه، لكن حاجة بتجيب لي سالب ما دايراه. طيب البيز وايز فانكشن للدوال من النوع الثاني فيها فترتين. طيب في فترتين دي شنو؟ لما نجيب لي عدد بقوم على حسب العدد. مثلا عندك الدالة هنا اف اكس واحد ناقص اكس، لما اكس أقل من واحد أقل منه بيساوي واحد، واكس تربيع لما اكس أكبر من واحد. طيب قال لي داير اف زيرو، اف زيرو دي محددها بين. طيب اف زيرو، اف زيرو مش أقل من واحد معناه هعوضه فوق، اللي هي واحد ناقص محل اكس هعوض زيرو، واحد ناقص زيرو واحد. طيب اف الثاني اف واحد زادت برضه هعوضه في الفوق، لانه قال لي اف اوف اكس اقل من او بيساوي الواحد، واحد ناقص واحد بيزيرو. لما نيجي اف اتنين، اف اتنين دي قاعده وين؟ في الفوق في الاكس تربيع، بقوم بعوضها، وهي اسمها الداله عندنا قيمتين. يلا ابسولوت فاليو اللي هي القيمه المطلقه، القيمه المطلقه بتطلع لي سالب موجب. لما اقول اي عدد تحت القيمه المطلقه معناه السالب هيبقى لي موجب، اللي هي الايه بتطلع لي ايه. يلا القيمه المطلقه دي عندها قيمتين، لو كان عدد اصلا كان موجب من اساسه او كان ممكن يكون كان سالب وبيجي موجب بعد القيمه المطلقه. طيب يعني هي القيمه المطلقه عندها قيمتين، قيمه في الموجب لو العدد اصلا موجب وقيمه في السالب لو العدد اصلا كان سالب بعد القيمه المطلقه بيجي موجب. طيب بعدها هشوف شنو ايفن اوت، الدالة الزوجية والفردية. لما نقول دالة زوجية معناها الاف سالب عوضت فيها السالب او الموجب ما يفرق معايا، مثلا زي شنو الاكس تربيع دي لو عوضت فيها سالب واحد تربيع بي واحد، لو عوضت واحد تربيع بي واحد. لكن مثلا اكس تجعيب فردية ليه؟ لو لما نعوض الواحد بي واحد، لكن لو عوضت سالب واحد بيجيني سالب واحد، عشان كده بقول على دالة فردية. مثلا عندك مثال هنا، عندك اف اكس بتساوي اكس اس خمسة زائد اكس. يلا خلينا نشوف لما نعوض اف سالب اكس، اف سالب اكس اس خمسة زائد سالب اكس، دي بس سالب وده بس سالب معناه بقت لي بس سالب معناه دالة فردية. طيب نشوف المثال الثاني، واحد ناقص اكس اس اربعة، بدل اكس هاخد سالب اكس، السالب بيروح في مع الاربعة لانه اي قوة زوجية بتروح لك السالب، تطلع نفس الدالة، نقول على دالة زوجية. اما في الثالثة لما نعوض سالب اكس بقدر اطلع سالب برا، لما طلعت سالب برا ما حتجيني نفس الدالة، في الحالة دي بقول عليها شنو؟ ولا زوجية ولا فردية. تبتدي تسوي شوفوا.